بمناسبة حصول الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية على درع دوري فيفا لهذا الموسم، محققا موسما استثنائيا ومنتزعا زعامة الكرة الكويتية ببطولاته وإنجازاته. نرحب بداية برئيس مجلس إدارة نادي القادسية الشيخ خالد الفهد وجميع الحضور ولاعبين القدامى ممن أثروا مسيرة نادي القادسية فكانوا سببا مباشرا لتحقيق الزعامة من جديد. اللاعبين ذوي الخبرة ممن حققوا الإنجازات المتتالية مع الزعيم الملكي فكانوا خير قدوة للجيل الجديد. خلف السلامة أحد أعمدة نادي القادسية اللي حققوا الإنجاز اللي اليوم الكل يحتفل فيه، ونشوف أبناء البابطين اليوم محتفلين فيكم قدامى الجيل الذهبي الجيل الحالي، كلمتك بهالمناسبة. طبعا بالبداية أحب أشكر أسرة البابطين على التكريم المبادرة منهم، ما هي غريب عليهم، دائما هم سباقين في تكريم اللاعبين أو الفرق نادي القادسية في تحقيق البطولات. أنا أقول شكرا لهم على هذا الوفاء منهم، ما هي غريبة عليهم. يمكن اليوم الدور اللي قاموا عليه في تكريم اللاعبين أعتقد مجلس الإدارة هو نفسه ما قام فيه، مجلس إدارة نادي القادسية يمكن نسها اللاعبين. اليوم أسرة البابطين اللي خارج النادي القادسية وفاء منهم انه تكريم اليوم جمعتنا مع اللاعبين اللي ساهموا في تحقيق بطولات في السابق من نادي القادسيه. انا اقول شكرا لهم، احب ابارك لفريق مجلس اداره فريق نادي القادسيه على تحقيق البطولات في الموسم المحلي. انا اقول كل الشكر والتقدير لاسره بابطين، وان شاء الله يا رب انه في المستقبل نشوف الافراح بالافراح لنادي القادسيه ان شاء الله. خلف حتى بعد اعتزالك كنت قريب من اللاعبين، حتى يمكن كنت فتره كنت اداري مع نادي القادسيه، يعني القادسية إن شاء الله مستمر على نفس هذا. ما في شك القادسية متواجد فيه أبطال لاعبين كبار قادرين على مواصلة المشوار في نادي القادسية، فما في خوف على نادي القادسية بوجود أبطال لاعبين نادي القادسية. اللي صار أمس أبو عبد الله السجال اللي بينك وبين زميلك كابتن عادل عقبال، أعتقد دائما الإنسان يرفع نفسه عن بعض الأمور، هناك بشر بعض البشر لا تستحق أنك تنزل، يعني يجب أن ترفع نفسك عنهم، لا تنزل مستواهم في الحديث. المفروض أنتم تتوجتوا بكأس الأمير مفروض
فأعتقد أن التعليق هو رسالة التعليق هو يفهمها إن شاء الله. شكرا. كابتن صالح الشيخ أحد المكرمين اليوم وكابتن نادي غاتية، اليوم ختام الموسم المحلي الرياضي وكان ما شاء الله موسم استثنائي، لقب جديد الزعيم الملكي اليوم. بسم الله الرحيم، أولا نشكر آل باطي الكرام على تكريمهم، نقول لهم يعطيكم العافية جزاكم الله خير، وهذا شيء مو غريب عليكم. وأشكر صراحة أخواني رجال لاعبين نادي الغاتية الحقيقة اللي هالموسم يعني رغم الظروف اللي مرت على النادي، يمكن كان الغاتسية ما يقدر تعاقد مع محترفين وظروف ان اللاعبين اثبتوا انهم رجال موسم كامل بدون خساره، صدقني هذا شيء ما هو سهل. واشكر الجهاز الفني بقياده محمد ابراهيم، واشكر الجهاز الاداري والطبي، هذا المجهود الفوز اللي صار والانتصارات اللي صارت هذا ما بسهوله، يعني كان في تعب من شهر 8 والحمد لله رب العالمين قدرنا نفرح جمهورنا. والله شوف احنا بالنسبه لنا ما خلص الموسم، عندنا مباراه مهمه الدور المحلي، الحمد لله ان شاء الله نكون كفينا ووفينا، واذا كان في قصور نقول حق جمهور الغتساوي يسامحونا على القصور. بس احنا نقول يعني ان شاء الله نبي نختمها، عندنا مباراه مهمه كاس الاتحاد الاسيوي الاسبوع الجاي دور 16 مع فريق ذات راس الاردني، اتمنى الجمهور ختامها مسك ان شاء الله، نبي حضورهم في المباراه. والله شوف اول شيء هذه مو غريبه على اسره البابطين، حتى نشكرهم لانهم من سباقين في من زمان، من يوم كنا نلعب، فالشيء الجديد اللي سووه ما حد سواه يعني صراحه، ان كرموا الجيل اللي تاسس من تاسس نادي الغاتسيه لغايه يومك هذا اخر بطوله، فهذا شيء يعني صراحه يعجز اللسان عن وصفه، كافي التكريم هذا وما حد سواه من قبل. شفنا امس بعد ختام اغلى الكؤوس كاس حضره صاحب السمو، شفنا مثل كلام من مدير فريق الكره بنادي الكويت كابتن عادل عقله، يعني تكلم كلام كبير على نادي غاتسي. والله شوف عادل عقله يعني ما ادري في جت له مواسم اخر بطولات، خذ الدوري 4 مرات يمكن ورا بعض، ما جابوا طاري التحكيم، ولما يفوزون بالبطولات ما يبون طاري التحكيم، يعني هذا شيء غريب. وبعدين نادي الغاتسية والمنتمين لنادي الغاتسية أكبر منهم يردون على عادل عقلة. ما شاء الله موسم استثنائي، زعيم ملكي، بطولات، اليوم تكريم من آل البابطين اللي تعودنا كل سنة لهذا النادي، النادي اللي الكل يحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا كل الشكر والتقدير إلى أسرة البابطين الكرام على تكريم الفريق الأول، وهذه مو غريبة عليهم، كل سنة يكرمون الفريق، وطبعا هم الراعي الرسمي للفريق، كثر الله خيرهم وجعلها إن شاء الله عادة ما تنقطع. الفريق صراحة يعني قدم موسم مميز، ابتداها من مباراة السوبر ونهاها بالمركز الثاني في كأس الأمير، الحمد لله يعني يمكن 4 بطولات، دوري الرديف وكأس السوبر والدوري وكأس ولي العهد، مثل ما قلت لك موسم مميز، نتمنى يعني الشخصيات الرياضية ومحبين نادي الغاتسية يعني يحذون حذوة ديوان البابطين الكرام والسيد فواز الحساوي اللي صراحة يعني مو مقصرين مع الفريق، الداعمين الرسميين أو الأوائل للفريق في حالة حصوله على بطولة. ردك بعد امس بعد ختام كاس سيدي صاحب السمو على ما يعني ما قاله الكابتن عادل عقله، تبقى وجهه نظره، انا ما يعني عادل يمكن هو وجهه نظره وهو حر فيها، انا عندي لاعبين، عندي رجال ترد بالملعب، اللي بيشكك ببطولات القادسيه هذا من حر ما يونس، من الحره اللي هو فيها، هو يتهم لاعبين القادسية ويتهم الحكام انه يتحبون حق القادسية، انا بالدوري 4 لعبات راحت مني، كان انا حاصل على الدوري من يمكن 4 جولات او من 5 جولات، لعبة كاظمة ولعبة العربي ولعبة صليبيخات ولعبة خيطان، لعبة العربي ولعبة كاظمة اقوال محققة القوها الحكام، لعبة الصليبيخات ضربة الجزاء برا حطها داخل حطها برا، لعبة الصليبيخات نفس الشيء. النهائي الكل كان متوقع ان القادسيه مرهق وما راح يؤدي مباراه، لكن رجال القادسيه بالعكس اثبتوا انهم رجال وقد المسؤوليه، وصلوا المباراه لضربات الجزاء وبعدين ضربات الجزاء بعد هذه حظ، الحمد لله على كل حال.
كل فخر وكل يعني سعادة في المجموعة الطيبة هذه. الحمد لله الله لا يغير علينا إن شاء الله ويجعلها إن شاء الله بطولات القادسية ليوم القيامة إن شاء الله. حبيبي عضو مجلس إدارة نادي قادسية الأخ والحبيب سعود محمد أبو فهد المسي عليكم، نقول لك حياك الله على تلفزيون الشارع. الله يحييك وطول عمرك حبيب قلبي. فهد اليوم ما شاء الله من ديوان البابطين، الديوان اللي ان شاء الله نقول دايم عامر ان شاء الله، تعودنا تكريم نادي القادسية كل نهاية موسم او كل تحقيق بطولة، واليوم ما شاء الله الكل متواجد، الجيل الذهبي، الجيل اللي ساهم باللقب الجديد الزعيم الملك. والله أنا سعيد أيضا في وجود اللاعبين من جيلي وقبل جيلي وبعد جيلي، فأنا سعيد فيهم أمانة الحقيقة، والتكريم هذا مو غريب على البابطين، وإحنا سعيدين دائما إن شاء الله نلتقي دائما على خير، وأقول دائما القادسية هو الملكي وهو الزعيم. راضين على أداء الفريق الأول الموسم هذا 100%، يعني فريق حقق بطولتين ومركز الكاس خذ المركز الثاني، فاعتقد احسن من كذي ما نحصل بعد. بعد نهايه امس ختام كاس سيدي صاحب السمو صار سجال من وشفنا مدير فريق نادي الكويت عادل عقله قاعد يتكلم بعد ختام البطوله. والله انا صراحه شفتها اليوم على وانا مستاء الحقيقه من الاخ عادل، يعني انا عارف ان الاخ عادل شخص مؤدب، وايضا طبعا مسؤولين آل الغانم كلهم ناس محترمين ومتربين، عادل وابوه مربيهم من احسن تربيه، ادري ما يرضون على الغلط اللي الله يعني اقول الاخ عادل يمكن سقطت عنا او سقط غناعه، يعني ما ادري اذا هو ما يحب القادسيه هاي مشكله، لكن اذا يبخش حق القادسيه والكلمات اللي طلعت منه ما اعتقد تصدر من انسان مسؤول، واعتقد ان انا اقول الله يسامحك يا عادل. نبعث رسالة كبيرة للإخوان وشقائنا في الحكومة، لإخواننا وشقائنا في مجلس الأمة، يعني تعبنا كثير، تعبنا وايد، تعبوا إخواننا أيضا رياضيين كلهم، يعني ومعنا أيضا إخواننا وشقائنا الموجودين في مجلس الأمة أغلبيتهم رياضيين. هذا أستاذ جابر من خلفنا نسمع فيه ونشوفه، أستاذ أمير الغلوب أصبح أكثر من 10 سنوات لغاية الحين إحنا قاعدين نتخلى أو نلعب فيه مباراة أسوة، يعني إحنا اليوم الفترة الأخيرة شفنا نهائي خليجي سعودي في ملعب جوهرة، غير هذا الملعب شفنا أيضا مشاهد كثيرة في دول الخليج، نبي أسوة في ملاعب من إخواننا شقنان الخليج، نبي في كل محافظة ملعب، نبي في كل محافظة استاد، نبي في منشأة حلوة يلعبون فيها دوري، يلعبون فيها رياضة، نبي نعمل معسكرات لإخواننا للدول الأوروبية اللي قاعد تعمل معسكراتها في قطر، تعمل معسكراتها في الإمارات، مو افضل منا على قد ايضا هم عندهم مشتاجون عندنا يعملون، احنا نجيب فريق برشلونه نوقف نادي كاظم 3 اسابيع عشان تكون الارضيه زينه ونعمل الصيانه، نجيب فريق بايرن ميونخ نوقف نادي الكويت 2 اسبوع ونعمل الصيانه، وهذا اعتقد شيء مخجل، والله خجل، يعني شيء يخجل فيه واحد يتكلم عنه. نحتاج الى منشاه، نحتاج الى عمل، نادي القادسيه تلعب عليه بطوله اسيويه غير صالح آيل للسقوط، هذه أمور وإحنا في البلد في الكويت، وأعتقد هذا الشيء مخجل جدا أسوة في دول الخليج، وأعتقد أنه مطالبين يا أخواننا في الحكومة، مطالبين يا أخواننا وشقائنا في مجلس الأمة الاعتبار أيضا الشباب الرياضي. إحنا يمكننا صغار لحين كنا على ملاعبنا هذه، على ملاعبنا 73، على ملاعبنا اللي سووها في السبعينات، ملعب الكويت وملعب العربي وملعب كاظم، ولغاية هاللحظة سووا ملاعب، ولكن للأسف الملاعب ما كانت ملاعب صالحة أو منشآت ما كانت منشآت صالحة على زمن الوقت. نطالب في هذا الأمر هذا، وأنا أوقف اليوم مع إخواننا وشقائنا المواطنين ومشكورين.
تعددت المناشدات، عملنا الكثير من الندوات، وطالبنا عبر وسائل الإعلام أنا وإخواني الإعلاميين والرياضيين، ما شفنا أي ردة فعل من الحكومة للأسف. هذا اللي دعانا أن نعتصم اليوم أمام أستاذ جابر، وهذه بداية الاعتصامات إلى أن تلتفت الحكومة إلى الرياضة والرياضيين. المواطن الكويتي والرياضي الكويتي يفتقد إلى المنشأة، يفتقد إلى التفرغ، يفتقد إلى الدعم، يطلع ويمثل الكويت ويرفع شعار الكويت وعلم الكويت، يرجع متفنش من وظيفته، يرجع محروم من دراسته. قوانين ومراسيم أميرية طلعت بحق التفرغ والدعم لم تلتفت إليه الحكومة ولم تطبق للأسف. الكويتي قام يحلم بمنشأة، ليه وين بوصون البلد؟ حكومة كاملة ما عارفة تفتتح استاد، شلون بتحافظ على حقوق الرياضيين؟ ما في شك ان هذا الحضور يعني حضور يكشف الخلل التام في البلد من ناحية الحكومة. مثل ما قالوا الاخوان، الحكومة ناسية الرياضة الكويتية، ناسية الشباب الكويتي. الحكومة واعضاء مجلس الامة كافة دون استثناء يفكرون في مصالحهم الشخصية بشكل مباشر. مو معقول أستاذ مثل أستاذ جابر الأحمد رحمة الله عليه وتخليده لذكراه يكون مهزلة رياضية بمعنى الكلمة. أنا أدعو من وسائل الإعلام كافة، الشركة المعنية وهي شركة معروفة ولها تاريخ في الكويت ولها تاريخ في جميع الأنشطة الرياضية والاقتصادية والاجتماعية، ما في أي مانع أنه يطلع واحد فيهم ويصرح انه يقول اخطأنا في استاد جابر، هناك خطأ ونحن نقدر نتحمل مسؤولية ونهدم استاد جابر اذا في اخطاء. في جمهور وده يطلع يشوف ويقعد في الملعب، لكن يمكن الملعب هذا ينهدم على راس الجماهير ويصير كارثة كبيرة في الكويت. شفنا استاد الجوهرة أو المدينة الرياضية للجوهرة، وفرحنا للإخوان السعوديين والله يهنيهم ويوفقهم، وكثر ما فرحنا لهم زعلنا على حالنا وعلى الأمر اللي احنا موجودين فيه. الفرق بيننا وبين إخواننا في مجلس التعاون عامة، في هناك من يملك القرار، في زلم تاخذ قرار. احنا هني للأسف ما عندنا من يملك القرار، ولا صرح مثل هذا. قعدنا الحين حرمة السنتين ما نعرف شنو السبب، على الأقل نبي واحد يطلع يوضح لنا السبب شنو. إنما يصير عليه افتتاح، العملية ضايعة. باختصار ما عندنا من يملك القرار ويبلش جد ويسعد الرياضيين عامة. البطولة هي البطولة الأولى للنادي العربي الدولية للمبارزة بمشاركة عدد الدول العربية والدول الأجنبية بالوقت الحالي. الحمد لله اليوم وصلنا لعدد تقريبا مشاركين 200 لاعب في البطولة.
مشارك معنا نادي المعاقين في البطولة، مشاركة معنا بعض الدول الأوروبية وبعض الدول العربية. الأوروبية هي أرمينيا، إيطاليا، ألمانيا. العربية العراق، مصر، السعودية، الإمارات، البحرين، قطر. بعد ماني ناسي، والله إذا ناسي شيء ماني عندي فكرة، بس عموما البطولة بشكل عام تحت مظلة الاتحاد الكويتي للمبارزة الفنية، بالتالي راح تاخذ الطابع الفني، راح تلعب بطريقة أو بنظام النظام الدولي الخاص في لعبة المبارزة. الفئات السنية عندنا من موالي 99 و2000 و2001 و2002. اللاعب راح يكون عنده جائزة علبة مكونة من 10 أصناف خاصة في البطولة، فبالتالي راح يطلع منه إن شاء الله ما يكون ناسي بطولتنا، يعني من الحين واللي قاعد نفكر للبطولة القادمة يكون محتفظ في الايتمز اللي احنا خاصين فيها والأشياء اللي يعطينها هي. في جوائز أخرى عملناها في البطولة للجمهور، تقريبا 200 هدية للجمهور تمثل النادي العربي. القادسية العربي السالمية كاظم الساحل، راح نقول له مبروك. علي مراد ينطلق ويصوب ويصطاد الهدف، لديه هدفين ورمي جزاء لعلي مراد يتصدى لها، صوب علي مراد وبكل اقتدار يصد. هنا دور الدفاع، هادي نصير وتمريرة ذكية لأحمد حسين، وحسين أحمد لبو خضرة. العربي يلعب بطريقة 3-2-1 دفاعية، سعد محبوب أول خطوط الدفاعية، الجيماز صالح يصوب ويصطاد في الدقيقة 7 الهدف الأول، تعود إلى أحمد حسين للدائرة. عيني عليك يا وليد يا القلاب، كرة حلوة لولد القلاب، إنما أكثر دفاع العربي متحكم. تمريرة خير موفق، الله، خطيرة 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 خطيرة. ويبقى لقاء القريم مع كاظم الأخير، ولقاء الكويت والقادسية تحدد من هو بطل الدوري. هدف للقادسية بلقاء الكويت المتصدر والمنافس القرين. يا عيني عليك يا عيني، علي مراد بكرة جميلة، العربي تنخطف منها ثم تعود للعربي مرة أخرى، أجمل العربي لنصير حسن، ونصير حسن وبالمرمى. إذن إهدار فرصة، تصويبة سريعة وقوية للاعب فواز الحربي اللي نزل الآن الأسمر، عكسية للعربي ووليد القلاب. بطولة خاصة، بطولة عيني، تصويبة قوية لأبو خضرة، تعود من العارضة لتعود للعربي، سالم محبوب، سالم وسالم، سالم 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 يصطاد. تقريبا 14 دقيقة وثواني على الشوط، نهاية الشوط الأول، ناصر أبو خضرة سيصوب، صوب عيني. حتى الآن ناصر أبو خضرة بمجهود فردي، لاعبين متميزين، لكن يبقى القادسية. حلوة حلوة لوليد القلاب، وليد القلاب قوة ضاربة بالخط الخلفي للعربي، وليد القلاب وتقاطع خارج التسعة، علي سيصوب، علي صوب، علي صوب مراد واصطاد. 12 العربي 4 القادسية، ومع أبو خضرة الحمادي، أوه حمادي القادسية عرف الزاوية 90 اللي على يسار عبد الله الحلواشي، نزل عمار رامجي الآن بدل علي مراد، ضيع من عمار رامجي، تعود قدساوية، صالح الجيمال سيمر لشقيقه، خطيرة عبد الرحمن، وعبد الرحمن لعبة جيمازية بين صالح الجيمال القطري لكرة اليد للموافقة السريعة بقدوم الحكمين و كوب الثاني كذلك للمساهمة بإنجاح الدوري الكويتي، شيء يشكرون عليه الحقيقة، وهذا هو التعاون الخليجي. لو ما عنده انذار عطى انذار،
دقيقتين اللي على الحمار خطيرة خطيرة وجميلة ورائعة للقلاف المتألق. وليد القلاف يستلم الكرة بالنقص تغريب النتيجة الأصفر والأخضر، تمريرة جميلة وتصويبة أجمل للاعب القادسية حسن المهدي لاعب الدائرة. فهد كرم يتصدى ورمي حرة للعربي وكرة ذكية، كرة ذكية لسالم المطوع. أسماء كثيرة، أسماء كثيرة تغيب عن تشكيل القادسية. كرة جميلة للعربي بزاوية صعبة، أحمد حسين يا عيني يا عيني يا عيني، العربي سيطر على المباراة تماما. كرة مع الجماز صالح، جماز لمين يا عيني يا عيني يا عيني، كرة خطيرة كرة خطيرة، عيدها لنا، مش ماشي أي كلام، لا فيها حركة. شوف شوف شوف، واحد يقول الحظ، لا مش الحظ، الجماز يتميز بهذه المهارات الحقيقة. اكتمل القادسية، عمار الرامزي إلى نصير حسن، ونصير قراءة صحيحة هجومية للعربي. من يتصدر الدوري من، وممكن نقول من هو بطل الدوري، هجمة للعربي أحمد حسين، أوه انفراد وبطل دفاعي للقادسية. مباراة قادمة، واحد يقول شلون، راح أقول لكم شلون. هدف جميل وثنائي لعيال الجماز، صالح الجماز يمرر لشقيقه عبد الحمال الجماز، الحمادي يوسف صالح جماز، هجمة للعربي، سالم محبوب، سالم وسالم محبوب، محبوب العربي يصطاد الهدف ال19. آخر دقيقتين إلا ثواني، تصويب العيني عيني، حلوة يا الحمادي، حلوة يا ولد الحمادي. عبد الله الظهر راح تفوتك الوقت، ما انعادت كرة مع العربي، نصير ونصير يصوب، نصير يصوب من منتصف الدائرة، من منتصف الدائرة يصطاد العربي بنجومه المتكاملين القادسية وبغياب عدد كبير من اللاعبين. حلوة يا الحمادي، حلوة يا عبد الله يا الحمادي، يحاول جاهدا الجدي إلى تصويبة غير موفقة للقادسية للاعب يوسف صالح، تعود للعربي، العربي يهاجم والمطوع يصوب ويصطاد، أضاع العرض وأضاع القادسية. سنذكركم بما هو المطلوب وما هي الأحداث. سالم محبوب، وسالم محبوب يا عيني عليك يا سالم، يا عيني على هذه الكرة، سالم محبوب عربي خسر سالم المطوع دقيقتين. القادسية متكامل، هل يستفيد القادسية؟ كرة مع يوسف صالح إلى عبد الرحمن الجماز، وينجح القادسية بالاستفادة من النقص العددي عن طريق اللاعب عبد الرحمن. سالم محبوب يحاول، الجماز يخطفها، تعود إلى القادسية بانفراد للاعب يوسف صالح إلى ناصر بخضرة، وبامتياز القادسية بثلاث أهداف متتالية في الشوط الثاني. تمريرة جميلة 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 وهدف، حلوة، فهد كرم يمرر الكرة بالسانتي لناصر بخضرة بالسانتي، يستفيد من العربي ليلعب بكامل قواته. الكرة مع الحمادي يا عيني يا عيني يا عيني الحمادي، كرة جميلة للحمادي، الإثارة الندية السخونة علي مراد، ومجهود فردي لعلي مراد يغرق دفاع القادسية ليخترق ويسجل بمرمى كرم. أجمل العربي وتصويب لنصير للقلاف، هو وليد، ابحث عن وليد، وليد القلاف هذا هو اللي أمامنا بالصورة، عبد الرحمن الجماز، وهدف جميل لجماز القادسية الصغير، صالح الكبير، أحمد حسين متألق الحقيقة، وتمرير لسالم المطوع، وسالم إذا خطأ دفاعي بطريقة رجل لرجل. القادسية يعني الوجوه الناشئة الواحدة تحتاج إلى فترة للصقل، لذلك الخطأ إن وجد فما نحاسب. يا عيني عليك يا عيني يا موسى يا الجدي، موسى الجدي يلعب له كرة جميلة، 23 القادسية، سالم المطوع يصوب، حاط بشري للجماز، تعود الكرة من بخضرة لصلاح، كرة مع القادسية يا عيني يا عيني، كرة جميلة لفواز الحرب،
هذا اسمه القادسية، قلنا سالم محبوب اسمه العربي، هذا اسمه القادسية. تصويب وهدف جميل، هدف جميل للجماز الصغير. مباراة مثيرة، مباراة من العيار الثقيل، ستكون غدا 7:30 بين الكويت والبرين. هدف 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 لموسى جدي الثاني، والمباراة العربي 32 القادسية 27. كرة مع أحمد حسين، أحمد حسين يحاول لنصير، نصير يصوب ويصطاد الشباك. أن يحتج حكم هو صاحب القرار وهو من يعطي الصابرة. هدف لباقر الوزان لنجل بدل وليد القلاب، وفهد كرم صاحي لك يا نصير، فهد كرم صاحي. كرة مع القادسية والحربي، فواز الحربي، عيني عليك يا فواز. فهد كرم حارس القادسية، فواز الحربي، وتمريرة جميلة للجدي، والجدي المرة هذه ما راح يحتج. أقول لكم ليش؟ لأن سجل حلو خالد الهيل، دقيقة الحكم القطري يوسف الهيل، أحد الحكام الكبار، حكام الدولي اللي دار العديد من مباريات دولية سابقا، وهو الآن يتجه إلى العمل الإداري. وشقيقة قاضي الهيل يقوم بالتحكيم الآن. هدف للعربي، سالم المطوع، والساحل والسالمية فرصة بالمركز الرابع، باعتبار أن القادسية عند خمس نقاط الشباب والساحل والسالمية 4 نقاط. هدف لسالم المطوع، العربي والقادسية، العربي أخذ المباراة، ونحن في الثواني الأخيرة من عمر الشوط الثاني. الشيخ أحمد المنصور الصباح، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة، أصحاب السعادة، ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة الكويت، ضيوفنا الكرام، مساء الخير جميعا. يسعدني أن أرحب بكم في بدء فعاليات بطولة الهيئة العامة للشباب والرياضة للبعثات الدبلوماسية الثانية في كرة القدم، والتي سوف تقام على ساحة بيان للرياضة الجميع التابعة للهيئة العامة للشباب والرياضة، مؤكدا لكم حرص الهيئة العامة للشباب والرياضة وتسخير إمكانياتها دائما لدعم هذه الأنشطة، ومؤكدا تعليمات سعادة الشيخ أحمد المنصور على أن هذه الساحات دائما موجودة في خدمتكم في أي وقت، متمنيا لكم جميعا التوفيق والنجاح، وشكرا. أتمنى إن شاء الله لكم التوفيق والنجاح. In the name of God, thank you for your attendance, your excellencies.
like to open today the second tour tournament for the diplomatic. We'd love to have you here and every day, every week, every year. Thank you so much for attending. أنا باركت لنا في تلك الدورة. بداية نشكر الحضور الكرام من الإخوان البعثة الدبلوماسية المعتمدة في دولة الكويت، ونشكر وزارة الخارجية للتنسيق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة على تنظيم هذه الفعالية. حقيقة هذه الفعالية تأتي من بعد توقف لعدة سنوات، كانت في البداية فوق تقريبا 10 سنوات البطولة الأولى، والبطولة الثانية مثل ما تشوفونها اليوم. حقيقة البطولة هذه تدعم التواصل بين البعثات الدبلوماسية بين بعضها بعض، وتدعم كذلك التواصل بين المجتمع الكويتي والبعثات الدبلوماسية. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والنجاح، ونخص بالشكر حقيقة قطاع الرياضة في الهيئة العامة للشباب والرياضة، ونشكر الشكر الجزيل للأخ رئيس قطاع الرياضة الرئيس الأخ أحمد عبد الرزاق الخزعل، والزملاء وجميع القائمين على هذا المجال. يمكن الافتتاح شفنا مميز في البدايه ومثير، كيف تنطلق المنافسات الان على مدار اسبوع؟ هل توعدون ان شاء الله هم بالختام راح يكون اجواء اخرى؟ باذن الله، دائما قطاع الرياضه والعلاقات العامه عندنا واداره الاعلام النشر مميزه، ودائما تهدف الى الابداع في كل فعاليات الهيئه العامه للشباب والرياضه ان شاء الله. تجاوب السفارات والبعثات الدبلوماسيه مع هالبطوله؟ حقيقه تجاوب مميز، طبعا الدوره الثانيه تمت بعد انقطاع فتره، فأمر طبيعي نلاقي بعض التجاوب الغريب، لأن فترة فوق تقريباً 10 سنوات تم توقف هذه البطولة، بس تجاوب مميز حقيقة، ونسعى إن شاء الله في السنوات الجاية إن شاء الله أن يزيد التفاعل أكثر وأكثر إن شاء الله. ما شاء الله لما لاعب مميز للهيئة العامة للشباب. هذا الحمد لله، هذه بكرة زملائنا اللي سبقونا واللي قائمين على قطاع الرياضة وقطاع المنشآت، حقيقة جدهم يعني نشكرهم على هذا الموضوع. وكل من ساهم في نهضة الهيئة من قيادي وموظف ووظيفة إشرافية، حقيقة أوجه له الشكر من هذا المنبر. جزاكم الله ألف خير. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ولله الحمد تم افتتاح البطولة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة الكويت يعني للمرة الثانية. طبعا الحمد لله الأمور مشت بشكل طيب، كان يعني افتتاح ولله الحمد لاقى استحسان الحضور سواء من البعثات الدبلوماسية أو من الناس الحاضرين المتابعين لفعاليات الافتتاح. طبعا اليوم راح تبتدي إن شاء الله البطولة بشكل رسمي، وراح تستمر الأيام القادمة. يعني أنا كشخص موظف في الهيئة العامة للشباب والرياضة أتمنى إن شاء الله التوفيق والنجاح للفرق المشاركة، وأحب أؤكد أن يعني الهيئة حريصة على أنها توفر البرامج الرياضية والترفيهية للبعثات الدبلوماسية. وأنا يعني في أيضا في من ضمن الأمور اللي يعني يحرص عليها سعادة الشيخ أحمد المنصور أنه خلال فترة الصيف تكون هناك أنشطة رياضية اندور، يعني أنت عارف شوية الصيف يكون قاسي بالضبط، فمن الصعب أنك تنظم فعالية. الآن يعني إن شاء الله راح الإخوان في الرياضة الجميع يعني في عندهم تعليمات مباشرة من سعادة الشيخ أحمد المنصور أن تكون هناك فعاليات يعني بسيطة تكون اندور، سواء كانت داخل الصالات أو في حمامات السباحة، يعني أنشطة تناسب فترة الصيف. البرنامج إن شاء الله مستمر، الهيئة حريصة على أن تقوم في دورها في هذا المجال. والأمانة أحب أشكركم على حضوركم اليوم، حضور إعلامي
مميز، وانا اتمنى ان يستمر حضوركم طوال فعاليات البطوله. يعني ابو عبد الرزاق، يا ريت تعرفنا على الضيف المميز اللي وياك. هذا عيالي، هذا عبد الرزاق، الله يحفظهم، وهذا عبد الرحمن. عبد الرزاق، خلينا نتكلم بعبد الرزاق. شارك بالبطوله الاولى، كان متواجد بطوله السفارات. لا لا، كان صغير، كان عمره سنتين، ما يذكر، بس كان موجود. يذكر شوي، يذكر. لا كان موجود، الحين دارت السنين، كبر واحنا كبرنا. يعني جزئيه السنين ابو عبد الرزاق، هل ستستمر هذه البطوله على مدى السنوات القادمه ان شاء الله ودعمها كنا نشوفها؟ ان شاء الله، ما راح تتوقف، راح تستمر ان شاء الله بنفس المكان هذا، واذا الله اعطانا عمر وياكم راح اكون متواجدين سنويا ان شاء الله، وكل سنه راح تشوفون اضافه في حفل افتتاح اليوم العاب ناريه، ويعني شكرا شكرا. ولأول مرة في تاريخه بهذه البطولة، ولكن نادي الكويت كان قد فاز في المباراة النهائية بالمناسبة القادسية، كان قد اجتاز فريق أردني في الدور نصف النهائي في العام الماضي عندما فاز على نادي الفيصلي بهدف مقابل لا شيء. كرة وصلت في اليسار، بعد ذلك عرضية تمشي عالية من الرأسية، جول. السوبا في وداعه يسجل، السوبا في آخر مبارياته يسجل، عمر السوبا نعم مع القادسية يبدع ويبشر الجماهير الأهلاوية هناك بأن السوبا هداف، بأن السوبا قناص، بأن السوبا يعرف
كيف يسجل ويعرف التوقيت الذي يسجل فيه. شاهد الكرة عرضية كانت ممتازة من عمر السومة والرأسية بعد ذلك كانت والقارس تصدى مرتز ياسين لكن إلى داخل الشباك من اللاعب السوري عمر السومة. ممتاز عمر السومة يسجل والأهداف لمصلحة الملكي لمصلحة القادسية في هذا اللقاء بعد عرضية كذلك كانت ممتازة من خالد القحطاني يرتقي لها عمر السومة ويسجل اللاعب الذي سيودع الفريق لكن هي قبلة الوداع كان في الكرة الماضية. طبعا اليوم سوف نعرف من المتأهل إلى الدور ربع النهائي في هذه البطولة وكذلك في بطولة دورية أبطال آسيا من خلال أربعة مباريات ومن خلال أربع مباريات. هنا تسديد القادسية جول جول من سيف الحشان. سيف الحشان يسجل ثاني الأهداف للقادسية. سيف الحشان يسجل ثاني الأهداف والقادسية نعم يضع قدما في التأهل من أجل الدور ربع النهائي في هذه البطولة. سيف الحشان بتسديدة توقعها الحارس معتز ياسين بأنها إلى خارج الملعب لكنها صدمت في القائم الأيمن ودخلت في شباك الفريق الأردني ذات راس وسجل من خلالها سيف الحشان ثاني الأهداف لنادي القادسية. شاهد المرور ممتاز يا سلام ممتازة كانت الكرة من سيف الحشان والتسديدة بعد ذلك أدت بامتياز من هذا اللاعب والهدف الثاني لنادي القادسية. القادسية هدفان ذات راس لا شيء في هذا اللقاء. الفريق الأردني الآن في هذا اللقاء تلعب الكرة داخل منطقة العمليات بعد ذلك راسية ولكن أيضا الكرة إلى خارج الملعب تحولت إلى ركنية أخرى لمصلحة القادسية وهي الركنية الرابعة. هي الركنية الرابعة. القادسية أفضل. القادسية متقدم. القادسية يحاول كذلك أن يسجل هدف ثالث يحاول أن يحسم الأمور في شوط المباراة الأول. ركنية الآن تلعب عالية طويلة ممتاز هذه الكرة ولكن حارس المرمى مرة أخرى ما زالت للقادسية في الجهة اليسرى. بعد ذلك عرضية تمشي عالية هنا الرأسية وفرصة فرصة جول جول ثالث من مساعد ندب. تصدى معتز ياسين وعمل ما عليه لكن مساعد ندى في التغطية مساعد ندى في المتابعة ومساعد ندى والهدف الثالث لمصلحة نادي القادسية في هذه اللحظات. القادسية بالثالث. القادسية عن طريق مساعد ندى شاهد الكرة والعرضية مشت عالية وبعد ذلك الرأسية من فهد إبراهيم التصدي لمعتز ياسين لكن مساعد ندى في المتابعة ومساعد ندى يسجل ثالث الأهداف لمصلحة القادسية في هذا اللقاء. ثلاثة القادسية لا شيء لفريق ذات راس في مباراة سيطر فيها القادسية حاول أكثر فيها القادسية وسجل الأول والثاني والآن الثالث. نادي القادسية ذات راس الأردني دخل من أجل خالدي تمكن من الكرة. إبراهيم أكيتا الآن إبراهيم أكيتا في الجهة اليمنى تصل من جديد عند اللاعب صالح الشيخ. صالح إلى عامر أو إلى بدر. بدر إلى فهد. الإبراهيم يلعب لك كرة إلى مساعد ندى إلى الحشان. سيف إلى مساعد ندى مرة أخرى. يسيطر القادسية يستحوذ يلعب بهدوء تام يلعب بهدوء تام. خلاص لديه ثلاثة أهداف ويقترب أكثر من أي وقت مضى للتأهل إلى الدور ربع النهائي من هذه البطولة. كرة من بدر مطوع يحاول تمريرة ممتازة هنا فرصة تمريرة إلى بدر مرة أخرى لا تسأل وتسدد الجول. جول رابع. القادسية يسجل الهدف الرابع ويحضر بدر المطوع الآن يحضر بدر المطوع الآن وأكيد فرحة من جماهير القادسية. بدر المطوع صبر كثيرا حاول كثيرا والآن أراد أن يسجل وهو الآن يسجل. شاهدوا هنا الكرة من جانب اللاعب صالح الشيخ تمريرها لا تسلل لا تسلل في الكرة الماضية التغطية كانت موجودة من الدفاع. بدر المطوع انفرد بحارس المرمى بالكعب بالكعب ممتازة إلى صالح الشيخ وصالح الشيخ إلى بدر وبدر في المرمى وهدف رابع لنادي القادسية. نستطيع القول الآن بأن القادسية خلاص أنهى الأمور.
نعم في شوط المباراه الاول، لكن الان يؤكدها صريحه بانه في الدور ربع النهائي من